انا هعمل دلوقتي حاجه حلوه قوي. عندي صينيه بطاطس بالبشاميل هشتغل فيها لان دي عايزه شويه شغل، وبعد كده معايا حواوشي ومعايا كفته مشويه على السيخ، هنخليهم في الاخر دولت لان دولت على طول هنحشي ونشوي على العين البوتاجاز، والكفته عندنا هنتصبع واحد واثنين وثلاثه مع حضراتكم، فالموضوع بسيط وسهل. هنطلع بمقادير يا استاذه رحاب صينيه البطاطس بالبشاميل او صينيه البطاطس باللحمه والبشاميل مع الجبنه عشان الاطفال الحلوين. مقاديرها على الشاشه، معانا لحم مفروم حلو قوي، ومعانا بطاطس متقطعه شرايح ومحمرينها نص تحميره، ومعانا بشاميل اللي هنعمله على الشاشه، ولازم نعصج المفروم شويه. وانا لما اجي بتكلم عشان النهارده تعمدت اعمل معصج المفروم بتاع اضحيه العيد والضاني والكندوز له وقفه معانا. لما نيجي نعصج لحمه نعصجها ازاي؟ هو ده المطلوب. هنا البصلايه، انا بقى مع ايه؟ للامانه يعني بحب البصلايه تتحمر في التعصيج بتاع اللحمه. احنا بس بنشرح هنا المدرسه. لما اجي اعصج لحم مفروم سواء لكبيبه سواء لمكرونه بالبشاميل سواء لصينيه بطاطس اعملها دلوقتي، مهم جدا البصلايه تتحمر. البصلايه لما تتحمر مع التومه بتدي طعم للحمه، خلي بالك. وانت بتحمر البصلايه تعملي تركايه حلوه قوي، ايه هي؟ حط البهارات بتاعتك. هنا بقى واقفه، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل مكرونه بالبشاميل، حلو، يبقى لازم زعتر. بنعمل بطاطس بالبشاميل، يبقى لازم زعتر. بنستخدم اللحمه دي لصينيه رواق حلوه او صينيه جلاش باللحمه المفرومه، ايا كان يبقى نستخدم الكمون والكزبره وبلاها الزعتر. الزعتر ده يتحط في حاله لو انا داخل على سكه البسطة او ان انا داخل على بعمل حاجه من المطبخ المصري. ده مهم جدا عشان نبقى ايه الطعم بتاعنا محتفظين بيه. حته اللحمه معاكي طازه مش محتاجه بهارات كتيره. بنحمر اللحمه كده، البصلايه الحلوه زي الفل اهوت، بدات البهارات هنا تديني طعم. شفت ازاي؟ هي دي بقى الحدوته اللي انا شغال بيها دلوقتي. التوم فين اخباره؟ فص توم حلو كده. حلو، تعصيج اللحمه بالطريقه دي يا عم الشيف لو انا هعمل مكرونه بصوص بولونيز. صوص بولونيز اللي هو ايه؟ طلينا مسمينه بولونيز صوص، ده بيتعمل عندهم بنوعين من اللحمه، اللحم الكندوز واللحم الضاني، او اللحم البقري واللحم الضاني، الاثنين بيتحدوا مع بعض في قلب طاسه في التحمير عشان يدونا بولونيز صوص، يخش مع الاسباجيتي، يخش مع الكانونولي، يخش مع اللازانيا، يخش مع كل انواع المكرونه اللي بتاخد بولونيز. حلو الكلام ده، بيسموه الصلصات المهمه جدا في المطبخ الطلياني. هناخد اللحم الكندوز بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي اهو، حلو. اللحم مش عاجبني شكله، هيكلكع مني، هيبقى شكله وحش قوي. ايه ده يا شيف؟ طب انا طلعت المفروم ده من الديب فريزر ومستعجله، وقعدت اكسر اللحمه بالسكينه، واللحمه قاعده مجمده كتله من التلج طالعه، احمرها ازاي واعصجها ازاي؟ وارد، وحذاري تحط اللحم المجمد المفروم في الميكروويف وتفكيه، ده غلط ثم غلط ثم غلط. حلو، اسمعي كلامي، حلو، ما تعرضيش اللحم المفروم في الميكروويف للفك، خليها تفك في درجة حرارة المطبخ. اتزنقتي وعايزة تعملي محشي ومشكلة زي كده، اصبري عليها لغاية لما تفك. لغاية لما تفك بس وتبدأ تتكسر معاكي بالسكينة، اعتبريها هي دي اللي في الطاسة. أنا هخليكي دلوقتي تفكيها وتبقى عاملة زي البرغل أو زي الفريك في قلب الطاسة. بتركاية كده بسيطة حلوة. التحميرة دي كده. في مثل يقول لك إيه؟ من جور السعيد. إيه يا عم سالم؟ من جور السعيد ايه؟ حلو، هو ده الكلام. الشيف هيقول ايه بقى ده بالمناسبه بقى؟ من جور السعيد يا سعد، حلو قوي. معايا شوربة البمبار، شوربة لحمة. طب لازم اعمل بمبار عشان اخد الجو اللي انت بتعمله؟ لا، مية مغلية من البراد بتاع الشاي. وفرت عليك يا السكة كلها. مية مغلية من بتاعة الشاي، البراد بتاع الشاي اللي في المطبخ. بس اذا عندك شوربه زي دي كده انت احسن مني. عندك شوربه فراخ اهلا وسهلا، عندك شوربه لحمه اهلا وسهلا. باخد شويه شوربه زي كده، شفت اهو، هم دول اهو. على فين؟ على فين؟ على فين؟ على هنا يا عم الشيف، ونغطي الحله يا عم الشيف. ايه اللي بيحصل هنا في الكيمياء بقى؟ الشيف كان شاطر في الكيمياء قوي على فكره. الكيمياء اللي بتحصل هنا، البخار اللي بيطلع من شويه الشوربه دول اللي انا حطيتهم بيغلوا، بيطلعوا يفتتوا اللحمه من بعضيها، يسلكوها من بعضيها.
حلو ليه؟ البخار هيطلع، اللحمه تفك، نسبه الدهون التجميد بتاعها، هتلاقي اللحمه مجرد ما تقلبيها هتلاقيها فكت معاكي وبقت زي البرغل وزي الفريك زي ما انت عايزه، هتبقى فكت من بعضيها لو انت مطلعاها من الديب فريزر مجمد. سيبها كده بالشكل ده كده. طب مش عايزه تحطي ميه، حطي معلقه طماطم مبشوره. حلو، ده بديل برضه حسب الرغبه، بس انا لما حطيت شوربه انا كده ما حددتش اقامتها. لو حطيت طماطم يبقى انا حددت اقامتها. انا مش عايز مفروم، اعصج مفروم، احشيه سمبوسه، احشيه حشوات تانية، فمش لازم احط صوص طماطم، فاحط ايه شوربه او احط ميه مغليه كده. خلاص اللحمه جاهزه على النار. تعالوا نعمل مع بعض شويه بشاميل. هنعمل البشاميل ازاي؟ بتاع المكرونه بتاع البطاطس حل على النار. حلو الكلام. وهنحط معلقه من السمنه ومعلقه من الزبده ونعمل شويه وايت صوص كده خفاف لطاف حلوين مع بعض. ادي الطاسه. حلو، ومعانا معلقه من الدقيق. فين الدقيق يا عم الشيف؟ زي الفل. وايت صوص خفيف انا حابه علشان نعمل صينيه بطاطس للاولاد بيحبوها، وهم طبعا في العيد في اجازات العيد قاعدين مستمتعين مع الاسره الجميله الحلوه، بابي وماما والاهل. حلو، نقلب كده السمنه مع الدقيق بتاعنا، معانا مكعبين من الزبده. حلو، النار شديده تمام زي الفل. نبص على المفروم، عينيا نبص على المفروم. ايه اخباره بقى؟ انت بتضحك علينا ولا ايه يا شيف؟ صلي على الحبيب يا طيب قلبك يطيب. شفت؟ معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. شفت اللحم فك ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ما كلكعش، ما بقاش كتل، ما اجيش اكل مكرونه بشاميل الاقي طالع لي في المعلقه كوره من اللحمه المفرومه خالص، فك اهو زي الفل وتمام التمام. شفت ازاي؟ عايزاه بقى تعمليه بقى البطاطس، حط صوص طماطم. عايزاه تعمليه لسمبوسه، سيبيه لما يستوي كده وزي الفل وتشيليه وتخليه يبرد على جنب، انت بقى صاحبه القرار. شفت اللحم المفروم زي الفل. اللهم صل على النبي. ودسم. ده لحم كندوز. ونصيحه مني، لما تفرم اللحم المفروم عند الجزار حددي اقامته. عايزاه الكبيبه تفرميه ناعم، حشوات مثلا تقيله زي مكرونه بشاميل تبقى الفرمه الخشنه تبقى حلو. هنحط شويه صوص طماطم هنا كده مع معلقه معجون طماطم تبقى لطيفه وحلوه. ادي صوص الطماطم. اللهم صل على النبي. وطالما اتفقنا مع بعض حاطين صوص طماطم، بنحط معلقه سكر ومعلقه معجون طماطم حلوه. الله، شويه معصج. تقدر تعملهم مكرونه بولونيز، تقدر تعملهم مع صينيه بطاطس عاملها دلوقتي، عايز تعملي مكرونه بشاميل لاولادك، عايز تعملي لازانيا، كل ده معانا شغال اهو. اسيبها على النار تتسبك على ما اشوف ايه حكايه وقصه البشاميل. شوف الخلطه اخبارها ايه. زي الفل. هو ده، بعمل شويه بشاميل كده خفاف. اللهم صل على النبي. هو ده اهو. الحليب فين؟ الحليب. خلي بالك انا عامل تركايه دلوقتي، ركزي معايا، ما تسرحيش بالتليفون اللي في ايدك. انا عارف العيد بنعيد بقى وكلنا قاعدين ماسكين نبعت مسجات وحاجات زي اللي احنا عارفينها. هعمل تركايه دلوقتي، ركزي فيها. تساوي مليون جنيه، تساوي المصروف اللي خدتيه كله. ركزي معايا عشان اعملها دلوقتي. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، ايه التركايه؟ ايه التركايه يا شيف؟ يلا سريعا سريعا سريعا. اللهم صل على النبي. شايفين البشاميل؟ ايه التركايه يا مغازي؟ استعجلنا. ايه هي؟ لا، يهو، غيره. يلا حذر فذر. هو ده، هناخد شوية شوربة بتاعت المنبار. هو ده، فيها مستيكة وفيها أخضر وفيها كرفس وفيها حبان وفيها ورق لورا وفيها القلب الحلو وفيها الطيبة وفيها الدلع وفيها جبران الخاطر. حتة اللحمة اللي جات لنا هدية النهاردة. ونقلب البشاميل. لو لفيت العالم كله مش هتلاقي بشاميل بالطعم ده. كسبت، جبت مكسبات طعم من وإليه زي ما بيقولوا. وأقلب كده البشاميل بتاعي. شوية بشاميل يتدرسوا. يلا نرفع فوق نشوف الدنيا. يلا ارفع. هو ده. يا شباب جيبوا هنا يا حبايبي. صباح الفل أساتذة المصورين حبايبي، رجالتي، فرسان التلفزيون، ايه الحلاوة دي؟
بص عليه كده، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. شفت البشاميل؟ يلا ايه الحلاوة؟ شايفين اللون الحلو ده كده؟ الطعم هنا مش موجود غير على ده. الطعم جه منين؟ شوية الحليب والدقيق الزبد، حلو. جيت رايق على الحلة اللي جنبي ومن جور السعيد يسعد، خدت منها شوية شوربة ادتني القوام ده. نخلي دول كده على جنب ونجيب صينية محترمة كده، وتعالوا نشوف ازاي هنعمل صينية بطاطس لطيفة جميلة. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اخد البطاطس دي كده، يلا يا شباب، ورص كده شوية. اللهم صل على النبي. اهو بطاطس بجيبها تتقشر، تتقطع يعني سميكة شوية عن الشيبسي. وبعدين بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة. الميت عسك. لا اصبر على رزقك. الله، انت بنت حلال جيتي كانت على لساني. قال لك دواني ولا تنساني. هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. حلو قوي. ننزل بالمفروم. يا ويلي على المفروم. الف انا وشيف. الصينيه دي بصراحه ينضرب لها تعظيم سلام. فيها كل حاجه. يلا يلا. هو ده هو ده. وفيها اللحم المفروم واخد ايه حقه في السوى. برضو خد شويه شوربه من عينيه عينيه. حاضر، وندوقك منها كمان يا فندم، تحت امرك. ونرص البطاطس دي كده. نعم. ممكن يا عمير. بيقول لي ينفع نعمل الكوسه بالطريقه دي؟ جيب الكوسه الكبيره، تتقطع الكوسه، تاخد حمام بخار، بعد حمام البخار يعني تتسلي نص سلقه، نرش عليها شويه دقيق، ونفس الطريقه بدل ما بنرص بطاطس نرص كوسه. هو ده الكلام لو عايزه تعملي صينيه كوسه بالبشاميل. سؤال حلو عجبني للامانه. التركيه اللي جايه بقى، التركيه اللي جايه، وفي سرك صلى على الحبيب قلبك يطيب. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط شويه جبنه موزاريلا. الله الله. وشويه حليب. الله، هي دي التركيه، حليب وجبنه. زي الفل. وعند بيضه. الله. هرب غذائي. يلا يلا هو ده. ونقلب دول مع بعض. على فين يا شيف بعد كده؟ واحنا مع بعض المضرب اهو. يلا يلا. جبنه موزاريلا، بيضه وحليب. جبنه موزاريلا وبيضه وحليب. جبنه موزاريلا وبيضه وحليب. على فين؟ على فين؟ حد يقول لي. نشوف القوام يا شيف، نشوف القوام قبل ما تحط. للامانه عايزه شويه زعتر. هو ده هو ده. يلا على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ يلا ناخد ده زي ما هو كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب. هو ده توزيع بالتساوي بالتساوي بالتساوي. صينية بطاطس بتتكلم مصري، فيها كل المحتويات، بروتين، نشويات، كربوهيدرات. والنشا بتاع البطاطس ربنا سبحانه وتعالى نعمه كتير على الانسان، تمتص السموم اللي موجوده في الجسم. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف، وحد يقول لي بقى تتحط فين في الفرن؟ تتحط فين مكانها؟ لازم الهزه دي. لازم الهزه دي. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ درجة حرارة الفرن 180. حد يقول لي احطها فين عشان مش هافر غير لما تقولوا لي. حاضر عينيا. بس برضه هي تتحط هنا. تاخد وش. بص عليها كده وصلي على الحبيب. صينية بطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل. طلع لك صينية دلوقتي بتتكلم مصري. طلعها لك هنا عينيا. لا 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 لا. صلي على الحبيب. قلبك يطيب. هو ده. فطيرة يا اخوانا، فطيرة فطيرة. ألف أنا وشيفة اللي ياكل منها. بتعمل إيه يا شيف؟ بجود حتة زبدة كده. يا شفت القرمشة دي؟ القرمشة دي زي الفل. تمام، نشتغل مع بعض. يلا. لا مش سامعين. جيب لي الصوت بتاع البطاطس وهي بتغلي مع اللحمة المفرومة. سوري. الله عليك. اهو هشيلها من هنا خالص اهو. زي الفل حبيبي حبيبي حبيبي.